عندنا بعد كده سؤال من فيفي فيروز، بتقول بعد الوصول للوزن المثالي هل ممكن الاستغناء عن النصيحة السابعة اللي هي يوم المشروبات؟ وما هو الفرق بين يوم المشروبات ويوم الديتوكس؟ أرجو الرد. وتابعك من الجزائر، نصايحك روعة إن شاء الله في ميزان حسناتك يا رب. شكرا يا حبيبتي، وأسئلتك حلوة جدا. مبدئيا اليوم اللي هو سبع نصيحة اللي هي نشرب كل 3 أيام، يعني نعمل يوم مشروبات، ده بيسرع عملية التخسيس. تمام، خلاص انت وصلتي للوزن اللي انت عايزاه، مش محتاجة تعمليه. ممكن تعمليه امتى؟ لما تزيدي شوية. اول ما تزيدي شوية تروحي عاملة ايه يوم المشروبات ده، هتنزلي اللي انت زيدتيه. تمام، طيب ايه الفرق ما بينه وما بين يوم الديتوكس؟ هو ان يوم المشروبات انا بسمح فيه باللبن شوية، بالكافيه، بالشاي، الحاجات اللي ممنوعة في الديتوكس أنا بسمح بيها في يوم المشروبات. فيوم المشروبات أساسي نشرب اللي احنا عايزينه، لكن قليلة السعرات. تمام، ما نكترش من اللبن، بس ينفع نشرب. الديتوكس بقى ما ينفعش لا لبن ولا كافيه ولا شاي ولا أي حاجة فيها كافيين أصلا. تمام، بتبقى مشروباته مختلفة، بتبقى مية أكتر، عسل، فاكهة متقطعة في المية، ناكل شوية فاكهة، فقصته مختلفة. يا بنعمل ديتوكس يا بنعمل يوم المشروبات. تمام، انتوا بتختاروا اللي انتوا عايزينه. وفي ناس ما بتحبش، ما بتقدرش انها توقف الكافيه او الشاي او الكلام ده كله، خلاص يبقى نعمل يوم المشروبات، ما نعملش يوم الايه، يوم الديتوكس.